خوا ديالي مشى يتسخر على راسو، طردوا له 3 ديال الناس وضربوه، ضربوه 3 ديال الناس، وانا في الدار وهما كيصونيو علينا باللي الخوا ديالكم ضربوه 3 ديال الدراري، ضربوا الخوا ديالي، وحنا ملي طلعنا جبرنا الخوا ديالي هزوه عبوه للسبيطار. ملي وصلنا عليه للسبيطار قلنا له شكون ضربك؟ قالوا لي ضربوني 3 ديال الدراري. ما كاين لا ما لا تيو لا حتى شي حاجه، حنا ديك الناس هادوك ما كناش كنظنوا غيعملوا هاد الشيء هذا، وما قتلوا الخوا ديالي ويتموا العائله بقى صغيره عندها شي 7 شهور ولا 8 شهور يتموها مسكينه. يلا تزوج باقي ان شاء الله تزوج، عنده 24 عام باقي ما لقاش بالحق 24 عام عنده، ويتموا العائله صغيره عندها شي 7 شهور ولا 8 شهور، المهم غير هيدا. وكنطلب من الله ياخذ الحق ديالنا في ديك الناس هادوك، وما عندنا ما نديرو. توفى نهار 3 في 10 ديال الليل في تطوان في السبيطار في الانعاش. وانا الاخ ديالي ما عرفتش علاش تقتلت وعلاش مشى ضحيه، هما ديك الناس هادوك ما عرفتش مالهم، وانا ما عنديش على شي حاجه. الخوا ديالي ما كانش كيقول لي ودي عندي شي مشاكل ولا شي حاجه. انا المهم اللي قال لي تعرضوا لي، جوج قبطوني، واحد دخل فيا الشفره. قلت له علاش شدوك وضربوها؟ قال لي انا ما عرفتش، انا في الطريق وهما شدوني وضربوني. ثلاثه بيهم تعداو عليه تكرفزوا عليه، والله ياخذ فيهم الحق، يتموا العائله بقى صغيره. ضربوه هنايا فرعوا له الريه ديالو، ما الضربه خانزه كانت فيه والله العظيم. الا الناس اللي كيتعدوا على الناس هيدا كيقتلوهم، انا ما نقدرش عليك، انا بالحكم ديالي انايا ما الجزاء ديال 40 سنه وقليله عليهم، فهمتي؟ 40 سنه وقليله عليهم. اخر يقتل خاه المؤمن راه ماشي ما كيكونش مسلم. احنا اذا كنا مسلمين ما كنقتلوش بعطياتنا بهذا الشيء هدايا. الانسان الخاوه حد هاد الدنيا، وما خصناش نعملوا هاد الشيء هدايا. حنايا نبقاو كنشبروه ما بثلاثه بهم، قالوا بثلاثه بهم قبطوا واحد في الاول وجوج قالوا. دابا انا ما نكذبش عليك، كنطلب منهم ياخذ الله الحق فيهم والمسؤولين يعملوا خدمتهم، وديك ثلاثه د الدراري اللي قتلوا لي خويا، ويتموا ديك العائله اللي صغيره. دابا ديك العائله اللي صغيره شكون غيخدم عليها؟ شكون حشومه هادشي هذا؟ راه ماشي سهل.